ممكن ما حد يسوي هاك مكياج مرة ثانية؟ يعني كمية الخرط اللي في هالفيديو، هذا منظر يعني ما في أمل، ما في أمل في الموضوع. هاي بنات، شخباركم؟ معكم يارا. يوم جديد وهاك في تيك توك جديد للمكياج. So you guys، أنا هذه الإنسانة دائما أشوفها على ماي اف واي بي وعلى الريلز مال انستغرام، وهي تسوي شيء اسمه تيب ميك اب، إنها تاخذ تيب وتستخدمه عشان تسهل حياتها وهي تسوي مكياجها، مع إن أحس إنه كله خرط. قلت إن أنا اليوم بجرب الهاكات اللي هي تسويها باستخدام منتجنا الجديد للحواجب، كاوميد. الله يستر. اهم شيء عندي هاك الحواجب عشان ابي اعرف اذا الصج يسوى ولا لا، هاك الشفايف وهاك الايلاينر بعد. لا تنسون تسوون لايك كومنت سبسكرايب وتابعونا على الانستغرام على التيك توك، واذا تبون يعني تشوفون المأساة اللي بيصير keep watching. فيلا خلينا نبدي ويا الفيديو. عندي التيب وعندي الباوميد، طبعا لازم استخدم تيب وردي. هذا هو منتجنا الجديد للحواجب، باوميد. هو منتج حواجب كريمي يدوم في الحواجب لمدة 36 ساعة، تستخدمينه عشان تملين حواجبك، تنحتينهم وتحددينهم، وهاي الثلاث اشياء اللي بنسويهم اليوم. احلى شيء في الموضوع ان التركيبة مقاومة للماي، مقاومة التلطخ، وبعد ما يجف بالمرة. براويكم الشكل من داخل. نفس ما انتم شايفين هني في هاي الجهة الوردية، هذا الشيء وايد ذكي، لان اللي تستخدمين فرشة بدال ما انه تاخذين منتج زائد تمسحينه على جنب، وصدقوني كل ما تسوون هالحركة كل ما المنتج يظل معاكم فترة اطول. سو هذه الانسانة اسمها نويمي نيكيتا، ان شاء الله قلت اسمها صح. هي تيك توكر سويسرية ودائما تسوي هالحركات دائما. هذا الفيديو هاك الحواجب وصل تقريبا 20 مليون فيو، ما ادري شلون حواجبها ما انشالوا، ان شاء الله حواجبي ما ينشالون. استخدمت بيوتي بلندر عليه اي شادو، ما ادري ليش، انا بستخدم باوميد طبعا، وتبدي تطبطبه فوق التيب، تخلي مساحه من قدام عشان ما يصير وايد اوفر، عقب تشيل التيب وسبحان الله. انا مو مستعده، بس يلا خلينا نبدي. يا نويمي، ما ادري ليش كذي تسوين فروحك. قبل لا احطه على بشرتي بتاكد اني بشيل من اللزقه شوي، عشان يعني ما ابي احصل تجاعيد من ورا هالتيك توك الهاك يعني هالطريقه. عندي مرايه هني وبستخدمها عشان اعرف بالضبط وين قاعده احط. ما عندي اي امل، ما في اي امل ان هذا الشيء ممكن ينجح. اخ اخ اخ، شال شعري. بقصه بالنص عشان يكون اسهل اني اخلي عيني مفتوح. او ماي جاد، او ماي جاد، ان شاء الله ما اشيل حواجبي، ما ابي اشيل حواجبي. من البدايه لين القوس، وبعدين من القوس الى نهايه الحاجب. ابي اتاكد اني اوف، ابي احصل شكل حلو. كلش ما احس انه بيضبط، كلش ما احس ان هذا الشيء بيضبط. لا تتحرك، شكلي يضحك، بس اعرف انه بعد شوي ما راح اضحك، بصيح. لا لا، this is not good not good not good. وهي احلى شيء في الموضوع ان هي في التيك توك بس روتنا جهه واحده، ما ادري ليش، بس حاسه انه لازم احط في النص بعد just in case، ما ادري، احس انه يكون اسهل علي اني اشوف الشكل. ايش رايكم؟ مره واحده وانا اسوي هالهاك، ما ادري ليش قاعده اسوي كذي في روحي، بس قلت اني بسوي الثلاث هاكات في واحد. الهاك الثاني هو كذي، انك تاخذين التيب مره ثانيه تحطينه حول شفايفك. ما ادري ايش كثر هو صعب ان الواحد يحط لبستك يعني بدون ما انه يحط تيب، بس ما ادري. عقب تحط اللزقه من طرف شفايفها الى طرف عيونها. يا الهي، يلا ليتس دو ذس. اول شيء بدات بالشفايف. ما تجوزون، ما تجوزون اهل التيك توك. اي كذي ممتاز، يعني كميه الخرط اللي في هالفيديو. ليش كذي صار؟ ما اقدر اضحك. والحين ننتقل للعيون. لازم الص قعدل. او ماي جاد، او او او، اخر واحد تعبت. اللي ما سوى لايك الحين يحط لي لايك لو سمحتوا. ان شاء الله الحين استانستوا. ممكن ما حد يسوي هاك مكياج مره ثانيه. اول شيء طبعا ببدي بالحواجب. الحين اللي هي سوتها انها اخذت بيوتي بلندر وبدت تطبطب اي شادو، طبعا ما راح اسوي هذا الشيء، فراح استخدم الباوميد الجديد مع الفرشه، والله يستر. ببدي اول شيء في نهايه الحاجب، انزين، وبحط، ما بحاول اني اعدل، بس بحط. من كثر ما اللون هذا المنتج قوي، ما تحتاجون انكم ترجعون مره ثانيه فوق المنطقه، يعني قاعده احاول اني ما افكر في الشيب. او ماي جاد، ان شاء الله لسه قاعده ابدي من نهايه الحاجب عشان على الاقل في البدايه ما يكون وايد قاسي، تعرفون؟ ان شاء الله الشيب يطلع حلو، مع اني عارفه انه ما راح يطلع حلو، بس ان شاء الله يعني. اوكي جايز، ادري ان شكلي تغير شويه.
التيب اللي حطيته على طرف عيني كان وايد مضايقني فشلته وعدلته، ولما شلته التيب اللي حول شفايفي انشال بعد، والحين ملاحظة اني وايد حطيت. فالحين انا بس قاعدة اكمل ويا الحواجب. انزين احس ان الناس يسوون هالهكات عشان يتمسخرون علينا مو عشان يعلمونا شيء. هذا منظر يعني. بنتقل الحين للشفايف، وما ادري ليش قررت انها تحطه على اصابعها. يعني انا استخدمت الكاليفورنيا كيسن بدرجة فوشيا كذي، لا تسألوني ليش، هاي اللي هي سوتها، اخاف اني اشيلها. ما في امل، ما في امل في الموضوع. ننتقل للعيون، وهي اخذت ايلاينر وحطتها على صبعها بعد. بس سوري ام سوري ما بسوي هالحركه، باخذ الايلاينر رولر لاينر. هي لاحظت انها بس حطت في الطرف الخارجي من العين، فهذا اللي انا بسويه. مو كنا الهكات المفروض يسهلون امورك وانتي تسوين مكياج؟ هذا عقد حياتي كلش ما لهم دخل في بعض. مو مستعده اني اشيل. اوكي ادي الشفايف. اي تمام، مو بتمام، مش تمام، مش تمام. وشذي واو واو واو، شنو هذا، شنو هذا؟ ننتقل للايلاينر. لحظه ليش هذا الهاك يألم وايد؟ اوكي هذا ما عور هالكثر. شفت الجمال، الله. اكثر شيء كان يهمني الحواجب، وانا خايفه. خل نشوف، لان هي لما شالتها كان بيرفكت. هذا اول واحد. اوه اوكي، تقدرون تشوفون سو فار. اوكي نشيل من تحت. اوه لحظه توقعته يكون اسوأ. اوكي الحين من فوق. اوه لحظه اوكي، يعني شكله مو بمية بالمية بس يتعدل. نكمل، هذا أول حاجب. أوكي أشيل الثاني. شنو هذا؟ لا الثاني ما طلع عدل. لا جايز نفس ما أنتوا شايفين شكلي، لا تسوون التحدي. أول شيء يعور، ثاني شيء ياخذ وقت وايد، ثالث شيء يعور، رابع شيء صعب انك تحددين بالضبط وين تحطين التيب. هذا الحاجب ترى طلع يعني نوعا ما اوكي. الثاني حتى ما براويكم، ما بي اراويكم. اللي بسويه الحين بشيل المكياج وبسوي توتوريال عدل. اعطوني دقيقه، احس ان نفسيتي تحسنت الحين. انا براويكم طريقه وايد سهله انكم تسوون حواجبكم بدون كل هالخرابيط باستخدام منتجنا الجديد باوميد. الخطوات جدا سهله. اول شيء بمشط حواجبي على فوق. قبل لا تسوين حواجبك جدا مهم انك تمشطينهم على فوق عشان تشوفين بالضبط وين الفراغات الموجوده. سو هاي اللي قاعده اسويه. اسهل شيء تقدرون تسوونه وانتم تستخدمون باوميد عشان تتاكدون انكم ما تستخدمون وايد بالمنتج، تاخذون نتفه صغيره، استخدموا المساحه عشان تشيلون المنتج الزائد. بقربكم شوي عشان تشوفون احسن. فمثلا يكون عندي، تشوفون هذا الفراغ هني، استخدم المنتج وبس ارسم شعره شعره عشان احصل على حواجب مليئه بطريقه جدا سهله وناعمه. ابدي اني بس ارسم شعرات بايد وايد خفيفه. عقب ما تملون حواجبكم مشطهم مره ثانيه عشان تقدرون تدمجون المنتج. الحين انتم مليتوا حواجبكم، صار وقت انكم تحددونهم وترسمون الشكل. اخذ نتفه زياده وابدي اني ارسم من بدايه الحاجب الى القوس اول شيء. فبهالطريقه بايد وايد خفيفه احدد بين بدايه الحاجب الى القوس. خلصنا من اول قسم اللي هو البدايه لين القوس، الحين نروح لين اخر قسم من القوس الى نهايه الحاجب. فابدي احدد من القوس الى النهايه بكل سهوله. عقب ما تخلصون المنطقه التحتيه تنقلون لين فوق الحاجب وترسمون الشكل. بعد ما تحصلون الشيب اللي تحبونه مشطوا حواجبكم اخر مره عشان الشعرات يتمون في مكانهم لمده 36 ساعه. شفتوا ايش كثر سهل؟ اوكي جايز، وكذي خلصنا ويا التوتوريال وبعد مع التحدي. اوه ماي جاد، توني تذكرت ايش كثر تألمت وقت التحدي. اخر مره اسويه، اخر مره. كتبوا في التعليقات شنو رايكم، واذا حابيني اسوي تحديات ثانيه مثل هذه اعطوني اقتراحات في الكومنتس. بس بليز مو تحديات مؤلمه. لا تنسون تسوون لايك كومنت سبسكرايب وتابعونا على الانستغرام وعلى التيك توك، وبشوفكم المره الجايه ان شاء الله. باي.